صافي الطهر صافي فقصتيني فقصتيني وبغيتي تقتلني. حبيبة غير قولي لي دابا شنو كاين مالك؟ هاد الكارثة كلها هي اللي وقع وكتسولني اش كاين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اش من كارثة حبيبة؟ ويلي 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 وزيدها بالنقير والكذوب. حبيبة بلا ما تموتي حاولي على راسك وقولي لي مالك. مالي؟ هاجي كتسولني مالي؟ زعما كاع داير راسك ما في راسك والو. حبيبة غير غادي تدوي معايا تدوي معايا ما تدويش معايا راني نهز الشطايطين وخويلك الدار ونخليها لك. واخا سيدي واخا ندوي. ايوا هذيك اللي تزوجتي راه حاملة وداير راسك ما وقع والو. شكون قالك هادشي يا لالة بالسلامة؟ ماشي هذا هو المشكل. انت كنتي غادي تقولها ليا بالسلامة ولا انا ما بقيت كنسمع والو في هاد الدار. حبيبة راكي كتسواي غير كنتسنى غير الوقت فين غادي يجي ونقولها لك وصافي. وانت غادي تجي هاد الوقت ها؟ حتى يتزاد ودير ليه اسبوع. حبيبة نعلي الشيطان الله يهديك. ايوا دابا دارت باش تدكلو تاد غير تهنى مع راسك. صافي حبيبة صافي حبيبة الراس ديالي. مالك هاد بروجي عمر غادي يحمقني ما عرفتش شنو غادي ندير باش يتبعوني الناس في الشوا ديالي. اش من شوا اش كتهضري؟ الساك الاقتصادي اللي اقترحت على كل شيء وتشرح باغي ديها فيا. ما عرفتش شنو غادي ندير حتى من لو ديني كاريتاتيف كاع ما نجح ليا. فرأيك شنو خصني ندير عمر؟ عمر شو كتسمعني اش كنقول ولا لا؟ كنسمعك كنسمعك. هادشي خصني ليا كنسمعك. مالك؟ جيتي نمشي وهذاك اش واقع؟ لا والو والو والو. ميمكنش انا ما كنعرفكش قولي شنو كاين. اسمحي لي فريده راسي عامر من برزت اسمحي لي. ولكن ميمكنش خليك في هاد الحاله عمر قولي شنو كاين عاود لي عافاك. مشكل طريه مع الوالد مبرزتني مزيان. خفتي اللي ما يسمحش ليك ياك؟ ماشي خفت ما يسمح لياش ما غاديش يسمح ليا. داك با وانا كنعرفو راسو قاصح. انا عرفت هاد العرض اللي عرضني خلعاني ما عمرك ما عرضتي عليا. لا ما كاين والو. علاش؟ علاش ما كاين والو؟ علاش؟ حيت ما عمرك ما عرضتي عليا. ديما انا كنعرض ديما انا كنخلص. اش كاين قول؟ بغيتي الصراحة؟ جيت باش نقول لك بغيت نمشي لفرنسا. شنو دير فرنسا؟ ما عندنا والو فرنسا. على حد علمي ما عندنا حتى شي حاجة فرنسا. شنو؟ لكن بغيت نمشي نشوف زينب. تعرفتي شحال هذا ما شفتها و هي اللي هي بوحدها وانا هنا بوحدي و توحشنا بعضياتنا و سير. كيفاش؟ قلت لك سير. شنو سمعتينيش مزيان؟ لا واش سمعتك مزيان ولا غير كيتخيل ليا؟ ما عرفتش تقلب على المرا اللي كتبغيها. سير اسيدي انا معاك موافق. حيت انا سيمانه وانا كنفكر كيفاش نقنعك وقلتي لي بهذه السهوله هذه. غاتشد الملفات كاملين اللي خدامين عليهم هاد الايامات في الشركه ترتبهم مزيان وتعطيهم الخليج صافي. واش ماما حسنا كتقبل نمشي انا لفرنسا نقلب على زينب؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. علاش كتقلب مع عتا حليم؟ راه غنبدل رايك كتعرفي لنا حال وعقل. لا صافي صافي صافي. ايوا شنو؟ داكوغ صافي شوف دوك الملفات وعطيهم لخليل. صافي غادي نشرح ليه كل شيء كوني هانيه. ميرسي ميرسي. شنو كيفاش ميرسي حافيه؟ اه بيان سور.
نمشي عنده انا نهضر معاه؟ حنا شنو غادي نخسروا؟ ما نخسروا حتى شي حاجه حقيقه، ما نخسروا والو، ما عندنا ما نخسروا. الا نخسروا الوقت ديالنا والانرجي ديالنا، هو اللي فراسو راه فراسو. سمعنا عمر، هذاك رباك راه ما غاديش يفوتك، مع الوقت راه يسمح ليك وبحال حتى شي حاجه ما كاينه ان شاء الله، ثق بيا. هادي اول مره كتقلق عليا بهذه الطريقه، هادي ما كنظنش بانه غادي يسمح ليا. غيسمح ليك عمر، وانا راني بجنبك وغنوقف معاك، كلشي غادي يفوت صافي. شكرا فريده، شكرا. بلاتي الشكر عمر، انا راني مراتك وهذا واجب عليا. انا دبنيتي كوني تسمعي واجي تجلسي معانا. انا خالتي راه ما نقدرش. علاش ما نقدرش؟ حيت شنو؟ واه قولي ما تحشميش، عمر شي حد قلقك في الدار عندنا؟ لا خالتي حاشا، ولكن انا بحال هنا بحال ليه. لا بنيتي ماشي بحال سيتي، بعدا تشوفي راني وجدت لك بيتك وقديتو غادي يعجبك. عارفك يا خالتي انتي مولا الدار الكبيره، ولكن اما شتي طارطه وشحال غادي يفرح ملي يجي ولقى جلسه معانا. انا خالتي الصراحه ما بغيتش نمشي من هنا، جيب لي الله بحال تخليت على ماما. وا بنيتي ما تقوليش هكاك، ماما ان شاء الله غادي تبرا وغادي ترجع بالسلامه، وراه بحال هنا بحال ليه. يا ربي خالتي الطهر راه وصلها كاع الاطباء اللي كاينين في الكلينيك، وما يكون غير الخير ان شاء الله. يا ربي تنوض لينا بالسلامه وصافي. هكاك بنيتي دعي معاها، راه هذا الشيء اللي خصها. صافا جمال؟ صافا عباس؟ صافا. شنو كنتي ناعس؟ لا عبد الله كنت دايز قلت نقول لك اخبار جديده. لا ما تفرحش، ماشي شي خبار. مشيت شفت المديره ديال الحبس، واحد السيد خدام معايا تيعرفها، توسط لي باش عطاتني رخصه نشوف صاحبة سعاد. مزيان. وفوقاش غادي تمشي؟ من هنا شي ساعة ونص. واخا ولكن ما كان عاود لي الجديد. واخا انت غتبقى هنا؟ بقى شويه، خلي التليفون انا عيطلك. واخا يلا تهلا في راسك. سلام عليك. سلم على سناء. بنعسه؟ لا يلا. عمر حتى انا غتبقى مقلقه عليا. شتي ما كتحشميش ولا ما عندك كلب ولا وجهك هذا كله مسلفاه ولا شنو؟ وجهي برجيك حتى لعندي ياك، والدنيا صداع مع الدنيا والاخره مع عائلتي كلها خاصها تفني معاهم، باقي جاي لعندي. اسمح لي يا عمر، هادشي كله درته غير حيت كنبغيك وما نقدرش نعيش بلا بيك. شتي انت يا ما مسطيه ولا باغي تسطيني؟ عطيني اختي الابتسام، فرقيني عليك. شتي الشوفه ما بقيتش حابه نشوف فيك. ما تقولش هكا عمر، حتى انت راك كتبغيني وما تقدرش تعيش بلا بيا، غير ما بغيتيش تعترف. انا عارف راسي غلط وسببت لك بزاف المشاكل مع عائلتك خصوصا مع باباك. اسمح لي يا عمر. اختي ما نسمح ليكش وما عمرنا غادي نسمح ليك. انا عارفك تقول هكا غير حيت مقلق عليا بزاف. معليش انا نخليك حتى تبرد وتعرف بانني المره الوحيده اللي خاصك تكمل مع حياتك. عطي احسن لك، خرجي عليا، عطيني ابتسام، خرجي عليا. الله يرحم باك. واش سمعتيني شنو قلت لك ولا لا؟ انتي غتسمعيني مزيان غادي نقول لك. خرجي في حالك من هذا البيرو هذا وما بقيش تحط رجليك هنا. اش درتي؟
قولي قولي اش درتي؟ تلاقيتي بديك السيدة؟ عندك شي حاجة باش تعاودنا في لونكيت شنو؟ تلاقيت بالسيدة، كانت صاحبة سعاد وسميتها حياة، وما كانت كتخبي عليها والو، كانت تقول لها كلشي. ايوا اش كانت تقول لها؟ كانت كسيدي واحد النهار سمعت سعاد كدوي على واحد البيزنس دازت ما بين سيف والعربي. بيزنس؟ لا دروك؟ لا ماشي لا دروك. ايوا شنو؟ قلت لك سيدي سمعت سيف كيهضر مع واحد السيد على قبل شي كونطرات ديال شي بنات. تيتاجر في البنات؟ وعطى حتى شي سميات ديال شي بنات اللي غيستافدوا من هاد الكونطرات هادو. شنو السميه؟ عندنا الزهر. من بين دوك السميات عقلت على سميه وحده، حياه المختاري، وعقلت عليها حيت سميتها بحالها حياه. حياه المختاري. صباح الخير يا سيد الحاج. صباح الخير ياك. لاباس؟ لا ما كاين باس، كاين باس. وشكون اللي جابك على الصباح؟ هادو شي دواسا بغيناهم يتسيناو وقلنا ما نقدروش نتسناو عليهم اذا كان ممكن. واخا تفضل جلس ارا نشوف. ياك لاباس سيد الحاج؟ بحال الا عيان. وعارفة ولدي الخدمه شويه ديال الارهاق ما كنجلسش. واه حتى الحاجة قالت لي ودي خصني نرتاح، مع ذلك انا خدام. والخدمه راه ما كتقاداش، مره مره الواحد خصو يعطي شويه الراس والراحه. قول لي هادي البروجي غادي مزيان؟ اش غادي نقول لك؟ مزيان نقدر نقولو مزيان، ولكن جبتي معايا هذا الموضوع سيد الحاج ما كرهش نهضر معك بصراحه. الكلابات شنو وقع؟ ما كاين بس غير نادى راه صعيب عليها ديريجي البروجي. علاش نادى؟ شنو ناقصها؟ ما ناقصهاش شي حاجه غير هي الخدمه وسط العمال وسط المانوفريه وداك الشيء صعيب عليها، ما غيتصنتوش لها. اها شتي نادى راه قاده بالمسؤوليه وقاده حتى بمئات راجل تسيرو. هذيك راه ماشي بنت عاديه، هذيك راها نادى الزيتوني واجرك على الله. حتى انا ما قلتش العكس، غير الخدمه يعني كتختلف. كون كانت في البيرو نقدو نقولو لها السي عادي ندى غادي تقدم المسؤوليه ومنها غادي تتعلم، وحتى الا كانت شي حاجه ما غاتعرفهاش يمكن كانت غادي تكون في جنبها، حتى الا كنتي كتخاف على مصلحه الشركه. هي ولكن ما كاين لا ولكن لا والو يا سيدي عادل. هذا انا تنقول لك الا خايف على البروجي ديالك وخايف على مصلحه الشركه خصك توقف جنب ندى. ها هذا ما كيعنيش بان انا ما عمري ما وقفت معها، بالعكس سيد الحاج انا ديما كنوقف معها وديما كنعاونها وراه هي تقول لك هادشي. ايوا سي عادل هذيك راها خدمتك ما غاديش نوريك فيها، الحاجه اللي ما عرفتهاش غادي توريها لها انت. الا كنتي خايف على البروجي كما قلت لك وخايف على مصلحه الشركه. شكرا بزاف على هادشي اللي كدير مع ولدي جمال. ما تحتاجيش تشكريني يا خالتي، جمال راه بحال خويا. عرفتي راه كنسخروها عليه بزاف، ولكن ملي عرفتو معاك عاد ارتحيت. ما كاينلاش تخافي، وزيدون راه مونسني واخا ما كيجمعش فراش في الصباح. انت غتقول لي راني عارفه. قول لي يا مهدي ما بنتش لي ماماك فين هي؟ ماما غير خرجات وغادي ترجع. المهم اللي تجي سلم عليها بزاف صافي. مبلغ. انا خصني نمشي عندي ما يدار. تهلا فضياتكم. كوني هانيه صافي. يلاه خليتكم على خير. سلام حبيبتي ديالي. مين بس باي باي ماما. غادي نديرو باش نعيطو لداك حياة مختار؟ حياة مختار انا عارف شنو غندير. شنو يمكن لك دير؟ نعيطو لرفيق ولا غادي يجيبنا اخبار. زين هاي عيطلو. وي رفيق ياك ما كنبرزتك. عندك الحق
حمل الا تقال على لالا ندى انا غادي نهزو واخا حيت هي لالا ندى. السلامة بنتي. وقيلا جيت في شي وقت ماشي هو هذاك. لا عادي لو واد غادي يمشي راه عنده شغالات اخرين في الشركة. حصول بالسلام عليكم انا غادي نمشي دابا والدواسة سيد الحاج رجع لهم مرة اخرى. بنتي جلسي. بابا شفتك هي مالك ياك لاباس؟ هي انا بنتي كثرت الخدمه شويه ديال الارهاق حتى الحاجه كتنصحني نجلس ومع هذا اللي كانتي كتشوفي الخدمه جايه لي عندي حتى للدار. بابا غير ارتاح لك شي شويه الخدمه راه غدا مزيان. راني عارفه بنتي كتفكري فيا وغادي نرتاح. وهي اللي ارتاحيتي. ندى بنتي انا غير نسيني ما تفكريش فيا يكفيك انك كتفكري في ماماك والعمليه ولكن ماماك ما عندك علاش تخاف عليها لان الحمد لله العمليه نجحت لها وراه غادي تبرى وتولي احسن من اللي كانت. بصح والطبيب اللي دار العمليه راه قال دازو عنده شي حالات كثار من ديال ماماك ودابا الحمد لله راهم برا وحسن من اللي كان. ويا ربي بابا تمنى الله. السلام عليكم وليده. اهلا. عليكم السلام. كي بقيتي؟ ايوا انت كتشوف كي بغيتيني نكون نور هذا الشيء اللي وقع. وانت كي داير مع الخدمه؟ صافا وليده هنا في الدار. كاين بحال لقيتي طلع لبيتو. مزيان مشي نشوفو انت. علاش بغيتي؟ عندي شي حاجه ما نقول له وصافي. وماشي دابا. أنا خصني نهضر معاه ونفصل له اللي واقع. أوليتي باك راه عيان وإلا فات حتى شافك غادي يتزاد عليه الحال. خصني نفصل ليه خصني نهضر معاه. دابا يعرف لا زربة على صلاح. الحاج أنا ما يمكنليش نبقى ساكت على هادشي. إلا بقي ساكت هادشي غادي يبقى كيتعصب. هاد السر راه بقى شحال عاد تعرف غادي نجبدو غير الصداع. الصداع؟ الصداع لا هو بقي ساكت. ما إلا فسرت له غادي تهنى وتهنى تهنايا. قول لي يا بلا هذاك الولد باش حامل ماريا واش باك نيت؟ ندى حبيبة علاش تبكي دابا؟ انت عند ماما اليوم في السبيطار. ايه وشنو قالوا لك؟ قال لك حالتها مستقرة. ومن حالتها مستقرة علاش تبكي؟ خايفة بزاف مالك. ما منك ملاش تخاف يا صاحبتي ياك الأطباء الحمد لله قولك ما عندها مشكل. مالك يا قلبي مخبوط خايفة لآخر مرة نشوفها. مش نجيب داك العصير. مرحبا بسي عبد الهادي. عند ندى. بارك الله فيك مليكة. تفضل. ميرسي مليكة ميرسي. ندى ولا صاحبتي عاد ولا مشتراجي من هاد الهضرة. ربي اللي كتب هادشي. والله ما قادرة نصبر كحالت الدنيا في وجهي. مالك راه عندها الحق خاصك تكوني قويه في هاد الظروف. بزاف عليا يا بنت هادي. ما تقوليش هادشي خلي ايمانك بالله قوي. انا مآمنه بالله ولكن انا ما نقدرش. هاد البكان هذا ما عنده فاش ينفعك. انا كنوعدك غادي نبقى في جنبك هاد المرحله. ما عرفتش اش كنت غادي ندير بلا بك.
عندك ما ديري، انت راك كلشي في حياتي واللي درك درني. الله يخليك لي. سلام. وعليكم السلام. مهدي سي مصطفى ياك؟ هو هذا. تفضل، مرحبا بك. هضر لي عليك بزاف رفيق، قال لي بلي قدرت تعاون انا وياك. قالها لي. انا كنت ديز مهنا وقلت نجي نشوفك بلا ما تجي انت للكوميساريه. بارك الله فيك سي مصطفى. في الصراحه محتاجك في واحد القضيه مهمه. القضيه اللي عيطت لك عليها في التليفون بانوا فيها شي معلومات جديده وبغيت نوصلهم لك. مين جاوك انت المعلومات؟ من عند واحد صاحبه سعاد مشدوده دابا في الحبس، سميتها حياه. سعاد اللي مات؟ سعاد اللي مات محروقه. شنو قالت لك؟ قالت لي بلي سعاد سمعت سيف كيهضر مع واحد السيد على الكونترات ديال البنات اللي كيديهم. هي ماشي حياه اللي سمعت هادشي؟ لا، سعاد اللي سمعت هادشي. واش علاقه هادشي بالقضيه ديالنا؟ سيف كان كيتعامل مع واحد السيد كيتهزروا ويا فهاد البنات، وهي سمعته كيعطيها واحد لا ليست، ومن بين هذيك لا ليست تسمية ديال واحد البنت سميتها حياه المختاري، جايه من تاونات. شكون اللي عطى الليست الاخر؟ سيف. حياه كاينه في لا ليست ديال البنات اللي كيتاجروا بهم. انا هادشي ما قاليش فيه. وعلاش؟ ما يمكنش نطيق وحده مشدوده في الحبس وفي قضيه الظاهره. اتفق معك، ولكن ما نقدروش نفيو على ان هذه المعلومات منطقيه. كيبان لي غير غادي نضيعوا الوقت الا تبعنا كلام وحده بحال هذه. كاين شنو غادي نخسروا؟ في نظري انا ما كاينش شي دخان بالعافيه، ضروري غتكون شي حاجه عندها علاقه بالقضيه. ما كنظنش. وحاجه اخرى، يقدر هاد الهضره اللي قالت لنا يفسر لنا الموت ديال سعاد. القضيه ديال سعاد بوحدها معقده. المهم على العموم خصنا ندوزو من الهضره للخدمه، خصنا نعرفوا بعدا شكون هي هاد الحياه ونشوفوا المعلومات اللي عندنا عليها باش تقدر توصلنا لشي حاجه اخرى. باش تقدر نعاون عليك فهادشي؟ غنشوف شنو غنقدر ندير. شكرا. لا لا لا، فين جاية؟ فين 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 جاية مدرمة؟ فين فين هو الطاهر؟ بغيت نشوفه. ما غادي تشوفي حد بعدي مني، انا جاي نشوف الطاهر ونهضر معاه. راه قلت لك عطينا بالتسعة وخوي عليا داري. حيدي من طريقي خليني نطلع عندو معاه. اجي لهاد الجي. فين طالعة؟ فين طالعة؟ فين راه طلعتي في الراس؟ ابراهيم خرج عليا هادي، ما بغيتش نشوفها قدامي. واش كيحسب لك التهديدات ديالك؟ خلعوني. اش راه كله ديالك كيدخل ليا من هاد الودن كيخرج من الاخرى، سمعتيني؟ هو غادي تخرجي ولا ما غاديش تخرجي؟ درقع عليا كمرتك، عطيني بالتسعه خوي ليا داري. انا باقا مرات الطاهر الزيتوني، بغيتي ولا كرهتي. وهاد الولد اللي في كرشي ولدو، وخاصكم كلكم تعترفوا بهذا الشيء، واول وحده فيهم هي انتيا. اخر غادي تخرجي بالخاطر هو هذاك، ما غاديش تخرجي، غادي تخرجي بالزبنك. راه حتى شي واحد في الدار ما بغى يشوفك مرتك. يلا التسعة. هادشي باغا نسمعو من الطاهر. ولا لا، الطاهر راه ما بغى يسمع لحد، والطاهر إلا شافك غادي يقتلك على داكشي اللي درتي ليه. على سلامتك. الله يسلمك. بالك لا تعطيلو. تعطلت حتى الله رجعت عند الكوميسير. واخا كاين شي جديد؟ كاين اسيدي، هضرت مع الكوميسير وقالك بلي غادي يعاوننا ان شاء الله. ايوا واش قلتي ليه؟ عاودت ليه على كل شيء. قلت ليه بلي سعاد سمعت سيف كيهضر مع شي واحد على شي بنات غيتهاجروا فيهم. ايوا
وسمعت حتى من بين دوك السميات اللي قال سميت حياة مختاري. شكون سعاد؟ سعاد صاحبي، سعاد اللي عاودت الحياة كلشي. واخ واخ واخ، ومن بعد شنو كاين؟ قلت لك اسيدي ما بغاش يقول الكلام في البداية، حيت هاد الحياة هادي مشدودة في الحبس بتهمة ديال دعارة. من بعد شنو هو المشكل؟ كوميسير صاحبي غتقول لي خديت معلومات مع عند وحدة مشدودة في الحبس بتهمة دعارة، راه غيقول لك ما نتيقش فيها. ايوا شنو درتي؟ قلت ليه بلي ما يمكنش هاد الكلام كله يكون كذوب، ضروري تكون شي حاجة حقيقية. اللي جات تعاود غير القصص بحال هكا راه بعدا تكون شي هضرة تكون صحيحة. داكشي اللي قلتيها أنا. واخ، وشنو كاين من بعد؟ من بعد سيدي اتفقنا على أنه نقلب على هاد حياة مختاري، شوفوا بعدا واش كاينة ولا لا. يا الله، شكرا لها. شكرا مهدي، هادشي ماشي هو توضح. ميرسي. الو، السلام عليكم، معكم مصطفى. مصطفى، أنا سي مصطفى، لاباس عليك؟ كاين شي جديد؟ المهم بغيت نقول لك بأنني بحثت وفعلا لقيت واحد البنت سميتها حياة المختاري من تونات ومختفية. ها اللي قلنا. إيوا اختفات هادي شحال وحتى حد باقي ما عارف شنو واقع ليها. المهم دابا عرفنا بأن هاد الحياة ما كانش كتكذب علينا. ما يمكنش نحكمو دابا. علاش؟ ياك لقيتي حياة المختاري، لقيتي بعدا وحدة سميتها حياة المختاري، يعني كاينة شي حاجة. إيه، ولكن هذا ما كيعنيش أن داكشي اللي قالت لك صاحبة سعاد كله صحيح. متفق معك، ولكن على الأقل دابا عندنا بيست، نقدروا نقلبوا فيها. المهم من الآخر، خصك تدوز عندي الكوميسارية باش نطرقوا هذا المسمار. إن شاء الله غادي ندوز عندك. قول لي شنو درتو مع سيف؟ سيف غادي يبدا لي الاستجواب ديالو في اقرب وقت ممكن، حيت عندنا شاهد اللي تعرف عليه واللي كيعرف عليه بزاف ديال الحوايج. والله بعد هذا الاستجواب وصلنا شي حاجه. ايوا نتمنى. يلا مع السلامه. سلام سي مصطفى. قالك بلي لقى بنت سميتها حياه المختاري، ولكن غابر على دارهم مده طويله. هاد اليامات غادي يستنطقو سيف، ومن بعد كلشي غادي يبان. وكيت غادي مزيان، الله تعطينا شي حاجة. علاش بغيتي نطلقوا عاوتاني هنا؟ بغيت نهضر معاك فواحد القضيه وبغيت حتى واحد يسمعنا ولا يشوفنا. اش وقع؟ مافيا ديال جمال بدات كتبرزطني ديال بصح في راسي. ما عندكش تبرزط، ما شاد عليك حتى شي حاجه. دابا ما شاد عليا حتى شي حاجه، ولكن هو داك ولد عمو مهدي كيحفظو مزيان في الماضي. دابا انا ردويت مع الناس عندي في البوليس، خدامين كيعطلوا في القضيه وغادي يديروا المجهود ديالهم باش يكلاسيوها. الله، لكن دابا خصنا ندوزو لحاجة واحدة أخرى. شنو هي عاوتاني؟ العربي مالو خصو يطيح اللاب. العربي خصو يطيح اللاب، فهمتيني؟ هاد القضية مقدرش نديرها بوحدي، خصك تعاوني فيها. نزيدك واحد القضية. هادشي اللي غدير معايا ماشي بليزير. هادشي اللي كنتسالو ليك عقلتينا، خليتيني محنسة بلافة ديال جمال، قلتي لي خاوي في عمى وخليتيني موضة. عقلتي ولا ما عقلتيني؟ سرتي لهم الخطة؟ سرت لهم الخطة، غيجيو في نفس الوقيتة وفي نفس البلاصة اللي غيجي العربي يبيع السلعة للكليان. ولكن انت حاجة خصك تأكد ليا منها، حاجة وحدة خصك تأكد ليا منها مزيان. البوليس خصهم يجيو قد قد معاهم، وخصهم يشدوا العرض والعصابة ديالو والناس ديالنا يخلوهم يسلتوا بلا مشاكل. ما عندك علاش تخاف، كلشي غادي يكون هو هذاك. بصحة. ميرسي. عندي لك شي حاجة.
شنو هادو؟ خليهم نشوفهم شنو. منين جبتي هاد التصاور؟ دابا حنا شغلنا حنا منين جبنا التصاور؟ شنو هامنا فيهم؟ المهم أنه إلا ما جمعتيش راسك معايا غتعرفي حسن عبدي شنو كتسوى. غتنازل عليه فرانشيز غنحرقو دوك التصاورات وما كاين حتى شي مشكل بين عليه السلام. كلشي يمشي فرحان. لي فرانشيز ديالي ما غاداش نتنازل عليهم. لا غتنازل عليه فرانشيز ترتيب بهم التحرميات ديالك. انت شفاريت ثمن رمزي وإلا غادي نفتحك بدوك التصاور اللي بين يديك. خليكم في هاد الساعة. شرب العصير ديالك سي. نو ميرسي تن مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. سلامة بارك الله فيك. سلام. صاحبتي نادا الله يلعن عندك السهرة بنتي. أنا بحال هاد الزين نقول هاد الهضرة والله ما بقى نبكي نسى الدنيا كاع. ايامات انا بلا نصبر ستي راسك اللي موقفش معك في هاد الظروف صاحبتي فوقاش غنوقف معك. عارفه اللي كاين ولكن شنو ولكن بغيتي تقلقيني منك كاين لاش مالك مره وليت صافه هضره وحده غادي نجي نبات معاك يعني غنجي نبات معاك ولكن ولادك كيفاش ولادي ولادي راه مع ماما ما تهني لا مالك ولادك هما الاولين شو الطبه هادي قلت لك غنجي نبات معاك على الاقل غير هاد الليله مالك راه هضرت معاك من راس قاصح انا اللي راسي قاصح ولا انت اللي راسك مطمق قلت لك غنجي نبات معاك وزيد الا كنتي خايفه ديري لي العشاء انا غندوز على لاله المحلابه ناكل خلي عونجي عمري ما حلمت تكون عندي شي صاحبه بحالك ديروا بوسه قد الحنان دابا شنو كتصحابي راسك كتخلعيني ما كنضحكش معاك صحابك كنضحك معاك جمعي راسك غتنازل لي فرانشيز هضر وحده بلا ما نبقاو نهضروا بزاف لي فرانشيز ديالي غير نسايهم ما غاداش نعطيهم لك تري بيان عرفتي ديك التصاورات يا اجي فين غادا كيفاش اجي في غادا اجي في غادا غادي ندير شغلات ديال الغزاله نمشي نفضحك بهاد التصاور هادو بهاد الشواب هاد الفضيحه اللي دايره انتيا الا ما تنازلتيش على الفرانشيز راك عارفه شنو باغا ماليا هاد التصاور كيهموني غير انا كيهمو حتى حد من غيري انا ما بالي ليا لا كيهمك ولا حتى شي حاجه بالتصرفات اللي كدير يعني ما خايفاش كيهمو اكثر من الفرانشيز ديالك شوف الله يخليك هادوك الفرانشيز ديالي غير نسايهم راه ما غاداش نعطيهم خصوصا ليك انتيا شكون تقول من نفسك واش ما خايفاش من التصاورات ماريا ما كتخافش وهاد الرجل اللي كتهديني بيه راه بابا نفرضو كاع هو باك خبي على الناس كاملين صدق كاين شي سر تما وغنعرفو يعني حسن عبدي كتفوت حتى شي حاجه